people come to him, come to the way of Sultan al-Anbiya, most honored one and most glorified one, most praised one, in divine presence, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن كتابا والله على ما نقول وكيل وقبلنا بسيد الشيخ محمد ناظم الحقان شرقا ومرشدا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. آمين. سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أجمعين. اللهم اجعله ولقائنا هذا صلاحا ووسطه فلاحا وآخره نجاحا. اللهم اجعل أوله رحمة ووسطه نعمة وآخره تكريمة وتكريمة. الحمد لله الذي تواضع كل شيء بعظمته وذل كل شيء بعزته وخضع كل شيء لملكه واستسلم كل شيء بقدرته. والحمد لله الذي سكن كل شيء بهيبته وأظهر كل شيء بحكمته وتصاهر كل شيء اللهم يكون في حق الساعات الموجود واتفرني والوالدين ربكم كما ربنا صغيرا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.